بها كما هو معروف مقاطعة كالينينغراد تحظى بأهمية خاصة لدى روسيا، موقعها الاستراتيجي من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، وبالتالي فإن روسيا تتعامل بصرامة مع كل التطورات في مقاطعة كالينينغراد، خاصة في ظل التصديرات والقرارات التي صدرت مؤخرا من ليتوانيا والتي تتحدث فيها عن إمكانية غلق الطرق والمعابر أمام البضائع الروسية التي تمر عبر الأراضي الليتوانية مرورا أو للوصول إلى مقاطعة كالينينغراد. رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف زار المقاطعة واجتمع بمحافظ المقاطعة وتحدث عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها روسيا كرد فعل على الخطوة التي قامت بها ليتوانيا والتي وصفها بالعدائية، والتي أكد بأنها جاءت بإعاز وبأوامر من الدول الغربية وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي. باتروشيف قال بأن روسيا سترد على كل هذه الخطوات العدائية. واليوم الخارجية الروسية وعلى لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا قالت بأن الرد الروسي سيكون عمليا ولن يكون دبلوماسيا، في إشارات واضحة أن روسيا يمكن أن تتخذ العديد من الإجراءات في حق ليتوانيا التي قامت بغلق المعابر أمام البضائع الروسية. هناك من يتحدث عن إمكانية أن تكون ردود فعل روسيا تتمثل في قطع موارد الطاقة على ليتوانيا وبعض البضائع التي تستورد من الجانب الروسي. هناك من رأى في اللهجة الروسية بأنها تحمل لهجة تحذيرية شديدة اللهجة لليتوانيا وللدول الغربية، التي قال باتروشيف بأن هي من أصدرت الأوامر للجانب الليتواني ليقوم بهذه الخطوة العدائية في وقت حساس جدا، في وقت العلاقة فيه بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا وحلف شمال الأطلسي سيئة جدا بسبب العملية العسكرية التي قامت بها روسيا في أوكرانيا، والتي يؤكد الكرملين بأنها ستتواصل حتى تحقيق كل الأهداف على الرغم من الانتقادات الغربية، على الرغم من سلسلة العقوبات الاقتصادية الضخمة التي شنتها الدول الغربية على روسيا، وعلى الرغم أيضا من الدعم العسكري المطلق من طرف القوى الغربية للجيش الأوكراني. محمد زاوي، في كييف الرئيس الأوكراني تحدث عن أوضاع صعبة في شرق البلاد ودعا جنوده للصمود. تفاعلات هذه المواقف فعلا؟ نعم، المقاومة مستمرة وفق ما يقول الجانب الأوكراني، ودليلها كما تورده التقارير العسكرية الأوكرانية هي وقف التقدم ولو بشكل جزئي للقوات الروسية في معظم المناطق الشرقية. التطورات الأخيرة ربما أكبرها هو ما تعانيه معظم المناطق الأوكرانية خاصة في المنطقتين الجنوبية والشرقية من قصف متواصل على بعض المدن والأحياء المدنية. اتهم الجانب الأوكراني روسيا بممارسة إرهاب حقيقي ضد السكان المدنيين من خلال قصفها أمس للمناطق السكنية في خاركوف، جددت اليوم قصفها أيضا لضواحي مدينة خاركوف. اليوم قصف منطقة ميكولايف بسبعة صواريخ وفق ما قال رئيس الإدارة الإقليمية والعسكرية هناك. في المناطق الشرقية أيضا ليسيتشانسك لا زالت تعاني، وهي القريبة من محور التوتر في سيفيرودونيسك، تعرضت على مدار الساعات الماضية إلى قصف بالمدفعية، قذائف الهاون وكذلك القذائف الصاروخية وفق ما قالت تقارير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. يبدو أن الضغط الروسي هذا الذي يوازي الضغط بالقصف وكذلك بالدخول في محور أعماق الدفاعات الأوكرانية قد أتى أكله خلال الساعات الماضية بعد اختراق الدفاعات الأوكرانية في أربعة بلدات وسيطرة كاملة على بعض البلدات المحيطة بمدينة سيفيرودونيسك. لكن المقاومة كما يقول الجانب الأوكراني ما زالت مستمرة، سقوط هذه المدينة ما زال مؤجلا إلى حين. طبعا في غضون ذلك هناك استراتيجية جديدة على ما يبدو بدأت تتخذها القوات الأوكرانية، وهي ما تعلق بالهجمات المضادة التي شنتها سواء على جزيرة زميني المعروفة بجزيرة العقرب أو في منطقة خرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية، وهناك تراجع وسيطرة على أحد البلدات في ضواحيها للقوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية. طبعا بالإضافة
بالإضافة إلى ذلك المعارك التي تشهدها منطقة زاباروجيا مع محاولة أوكرانيا للتقدم. نعم. سلام كيالي، في بروكسل الجانب الفرنسي يتحدث عن التوصل لتوافق تام بين دول الاتحاد على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. كيف تبدو الآفاق فعلا أمام هذا المسار في ضوء هذه المعطيات؟ نعم بهاء، لا ننسى أنه خلال الأيام الماضية كان هنالك عدة اجتماعات مهمة في لوكسمبورغ، اجتماع وزراء الخارجية، اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية، وأيضا اليوم كان هنالك اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي هنا في بروكسل، بمعنى أنه كان هنالك مساعي من جوزيب بوريل من المفوضية الأوروبية أن تقنع كافة الأطراف التي كانت قد اعترضت ولو مواربة كالدنمارك، هولندا، النمسا، وحتى البرتغال قيل أنها كانت تعترض على قبول أوكرانيا ضمن الاتحاد الأوروبي بسبب ملفات عديدة. ولكن ما قدمته المفوضية الأوروبية، رئيسة المفوضية الأوروبية، عندما قالت بأن أوكرانيا بتوصية أن تنضم أوكرانيا بصفة مرشح مشروط، بمعنى أن هنالك شروط يجب أن تقوم بها، سكة أو خارطة الطريق على أوكرانيا أن تتبعها لتتمكن بطبيعة الحال بعد سنوات، هذه السنوات ربما 10 إلى 12 عاما، هكذا هو ميثاق أو قوانين الاتحاد الأوروبي، أن على أوكرانيا أن تجري مجموعة من الإصلاحات، أن يكون هنالك إصلاحات على المستوى الاقتصادي، إصلاحات على مستوى القانون أيضا، محاربة الفساد الديمقراطية. لماذا سنوات طويلة بها؟ لأن على الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن أوكرانيا على سبيل المثال هنالك حكومات متعاقبة بشكل ديمقراطي، هناك انتخابات نزيهة للبرلمان، وأيضا هنالك إصلاحات اقتصادية مع نمو في المؤشر أو في دخل الفرد على سبيل المثال. عدة سنوات تتطلب بطبيعة الحال ليتم التأكد من هذه المؤشرات أو هذه نقاط العلامة هذه التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كان هنالك قبول أو توافق من قبل الدول الأعضاء، بانتظار بطبيعة الحال بها أن يكون هنالك جواب يوم غد أو بعد غد على قبول ليس فقط أوكرانيا بل وأيضا مولدوفا وأيضا فكرة انضمام جورجيا وفق تدابير أو بعد إجرائها إصلاحات معينة قد تتخذ أقل من 10 سنوات، ولكن تمنح بعدها صفة المرشح أيضا، العضو المرشح أيضا وفق شروط. بمعنى أننا قبل يومين من الاجتماعات المهمة بالنسبة لأوكرانيا وأيضا دول شرق أوروبية أخرى بها. محمد الفنيش، في لندن وزيرة الخارجية البريطانية تدعو لفرض المزيد من العقوبات على الجانب الروسي، إلى أي حد قد تصل هذه الخطوات البريطانية التصعيدية؟ نعم بها، جددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروسل الحديث القديم الجديد بمعنى استمرار لفرض العقوبات تجاه روسيا لما تسميه لندن بسبب مس روسيا للسيادة الأوكرانية وبسبب تواجد القوات الروسية في أوكرانيا. ويأتي هذا في ظل كذلك تقرير جديد للاستخبارات العسكرية البريطانية التي قالت أن الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونياسك قد فقدوا 55% بحسب التقرير البريطاني من قواتهم، وبالتالي يبدو أن بريطانيا تركز على هذا الجانب. نتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية، نتذكر كذلك قبل يومين صرح القائد الجديد للأركان البريطانية، نتحدث عن باتريك ساندرز، الذي قال أنه على القوات البريطانية أن تتأهب من أجل حماية المملكة المتحدة وأوروبا مما سماه بالتهديد الروسي. إذن بريطانيا هنا يرى المراقبون في المملكة المتحدة أنها تتصارع مع روسيا ليس فقط بسبب المصالح الاقتصادية وإنما بسبب سياسة النفوذ. نتحدث عن الصراع القديم الحديث منذ الحرب الباردة إلى اليوم، ظلت دائما المثلث الثلاث الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا في صراع كبير بشأن النفوذ، خلافا لبعض الدول الأوروبية التي تحاول أن تدافع عن مصالحها الاقتصادية. لكن يبدو أن الخلاف الروسي البريطاني في أوجه، خاصة بعدما فشلت المحاولات الدبلوماسية قبيل بداية الحرب، نتحدث عن 24 فبراير الماضي. شكرا، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات من لندن مراسلنا محمد الفنيش، من بروكسل سلام كيالي، من كييف محمد زاوي، ومن موسكو يوسف بيغار. شكرا جزيلا لكم جميعا.